يوم بدأ العالم هذا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، ومع أن الأرض ظلت بدون شكل وما بها حياة، والمية والعتمة ظلت تغطي الأرض، كانت روح الله سبحانه وتعالى فوق الأرض تحوم فوق المية. وأمر الله سبحانه وتعالى أنه يصير نور، وصارت نور بكلمته. وشاف الله أن النور زين وميزه عن العتمة، وسمى العتمة ليل والنور نهار. كان في ليل وكان نهار، وهيج انتهى اليوم الأول من الخلق. عقب هيج قال الله سبحانه وتعالى إنه يصير متشان بين المية والمية، وحط مية بالهوى فوق ومية تحت، وسوى من المية فوق غيوم بالسماء، وسمى المتشان اللي فوق السماء. وكان في ليل وكان نهار، وهيج انتهى اليوم الثاني من الخلق. وعقب جمع الله المية محل واحد من الأرض، وفصل بين المية واليابسة، وسمى المية البحور، واليابسة سماها الأرض. وشاف إن هذا زين، وخلق على الأرض الشجر وكل النباتات اللي بها، وخلق له بذور مشان تطلع كل شجرة حسب نوعها مرة ثانية. والله يعلم إن النباتات كلها زينة. كان في ليل وكان نهار، وهيج انتهى اليوم الثالث من الخلق. وعقب قال الله سبحانه وتعالى إن الضياء تبين بالسماء، الشمس للنهار والقمر والنجوم لليل، مشان تميز النهار من الليل، وتكون علامة تبين الأيام والشهور والسنين والفصول الأربعة، مشان تنور الأرض. وكان قصد الكريم يخلي الشمس للنهار والقمر والنجوم لليل، وشافها الله إنها كلها زينة. وكان فيه ليل وكان نهار، وهيج انتهى اليوم الرابع من الخلق. وعقب خلق الله السماء وجميع الحيوانات اللي تعيش بالمية، والطيور اللي تطير بالسماء، وشافه انه كلها زينة، وباركهن مشان يتكاثرن ويملن الأرض والمية. وكان في ليل وكان نهار، وهيج انتهى اليوم الخامس من الخلق. وخلق الله سبحانه وتعالى البهايم والدوارج وكل وحوش البرية والحيوانات، هذه أعطاها القدرة مشان تجيب عيال مثلها، وشافها الكريم كلها زينة. والله سبحانه وتعالى حب يخلق شيء يميزه عن باقي خلقه، مثل الحيوانات والنباتات، مشان يعبر عن حاله وعن صفاته الحميدة. هذا الخلق هو الإنسان، وهذا الإنسان رايح يتسلط على السماء والطيور والحيوانات اللي تعيش بالأرض، ورايح يصير هو المسؤول عنه، وهو خليفة الله على الأرض هذه. مشان هيج الله خلق الإنسان يعبر عن حاله، وخلق الإنسان ذكر وأنثى. وعقب باركهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم خلفوا من الأرض عيال، وخلوا هذه الأرض تكون خاضعة لكم، ودياكم تصيرون خلفاي على الأرض، على كل السمك والطيور الحيوانات اللي على الأرض، وأعطيكم كل النباتات اللي بها بذور، وكل الشجر اللي به ثمر مع بذور، مشان يصير معاش ليكم، وتصير العشب والنباتات الخضرة علف للحيوانات والطيور. وعقب أبصر الله سبحانه وتعالى المخلوقات الموجودة بهالدنيا، من إنسان وحيوان ونبات وطبيعة، وشاف إنه كلها زينة بالحي.
وكان في ليل وكان في نهار، وهيج انتهى اليوم السادس من الخلق. وهيج الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله بست أيام، وباليوم السابع وقف عن شغل الخلق. وكان هذا اليوم السابع الله سبحانه وتعالى ميزه عن باقي الأيام وخصه لعبادته الكريم، لأنه انتهى باليوم هذا من كل شغل الخلق. سبحان ربي نور كل البهاء، خالق العتمة واسمه نور النهار، أبدع الأرض وفوق سوى السماء، ومن الشجر أنواع أعطى البذار، وشمس وقمر ضيهن يزيح العنا، وبان الزمن منهن بواضح مسار، وأعطى لكل مخلوق خير وهنا، من طير ويمشي برض انقفار، وهو خالق الإنسان زين وعطى، وأعطاه ميزة العقل كنز الأسرار، روحه العظيمة فوق أرض وماء، بأيام ستة نسج كل شي بقرار، وبيوم سابع ربي أنهى البناء، وكل شي يكتمل في معجزة واقتدار.